من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الرئيس: الشعب المصري أكبر من التحديات. إشادة روسية جديدة بمنظومة أمن المطارات. النيابة تحفظ الدعوة ضد خالد يوسف. الفرنسيون يواصلون احتجاجاتهم ضد الشرطة. وإليكم تفاصيل النشرة. الشعب المصري أكبر من التحديات، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية 24 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بمسرح الجلاء تحت عنوان مجابهة الإرهاب بإرادة أمة. وقال الرئيس أن وعي الشعب المصري كان حائط الصد الحقيقي لكل التحديات التي واجهت البلاد بتحمله للإجراءات الاقتصادية القاسية، لأنه أدرك أننا لا نمتلك خيارا آخر، مشيرا إلى أن التحديات أكبر من الرئيس والحكومة لكنها ليست أكبر من الشعب وإرادته، موضحا أن ما يحاك ضد مصر وحالة التشكيك هي خطة كبيرة ومحكمة كما منذ سنوات طويلة، وبيننا إناس يقللون من أي جهد ويقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب الحقيقة والمصلحة. احنا اتكلمنا كتير في الولاء قبل كده، وقلنا ان احنا ما عندناش لا ولاء لا مذهبي ولا طائفي ولا سياسي ولا حتى ولاء للرئيس، ولا حتى ولاء للرئيس، ولاء لمصر ولشعبها بس. وانا هفكر الجيش وفكر الشرطة تاني، من 4.5 سنين كده الطلب مننا ان احنا نسمح بدخول فئات معينة، وطلب مني الطلب ده وقلت لهم مش هينفع حد يدخل الجيش غير المصري اللي ملوش توجهات دينية، يعني إنسان مسلم بس، إنسان مسيحي بس، لكن ما بقاش له توجه ديني معين. هذا وتعهد الرئيس بالاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه تماما، موجها حديثه لأهالي وأمهات الشهداء: أنا لا أعزيكم ولكن أهنئكم، فأولادكم شهداء تلقوا الرصاص في صدورهم بدلا من المصريين. قائلا: إن الهجوم على كمائن الشيخ زويد في شهر يوليو قبل الماضي كان معركة فاصلة هدفها إعلان ولاية سيناء، وبعدها حدث تشكيك ثم ظهرت الحقيقة عندما كشفنا عن حجم الخسائر والقتلى والتدمير الذي حدث في صفوف الإرهابيين، معلقا: ريحة قتل الإرهابيين كانت صعبة. إشادة روسية جديدة بمنظومة أمن المطار. فقد قالت وكالة أنباء روسيا إن ممثلي الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي قدموا إلى مجلس الوزراء الروسي تقريرا عن نتائج التفتيش على عمل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة لأخذ قرار نهائي بشأن استئناف الرحلات بين البلدين. وأكد ألكسندر ميرياداكو رئيس الوكالة إن نظام الأمن في مطار القاهرة تم تحديثه بشكل ملحوظ بناء على طلب الجانب الروسي. لجنة الأراضي تستعين بالمركزي للمحاسبات، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تلقته لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب إن إجمالي ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال أراضي طرح النهر بالقاهرة والجيزة وبني سويف بلغ 74 مليون جنيها فقط، بينما تشير التقديرات المبدئية للجهاز أن حصيلة استغلال هذه الأراضي يمكن أن تصل لأكثر من 700 مليون جنيه في العام الواحد. أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بحفظ الدعوى الجنائية ضد المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب في اتهامه بحيازة أقراص الزانكس لعدم وجود جريمة. كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد عثرت على أقراص زانكس مع خالد يوسف، وعند مثوله أمام النيابة تقدم بما يفيد بتناول زوجته شاليمار الشربتلي هذا العقار لضرورة طبية.
واصل مئات الفرنسيين احتجاجاتهم في عدد من المدن وعدة ميادين بالعاصمة باريس، احتجاجا على تعذيب واغتصاب الشاب الفرنسي تيو على يد أفراد الشرطة، في الوقت الذي أجري فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند زيارة للشاب الذي لا يزال يتلقى العلاج في محاولة لاحتواء الموقف، مؤكدا أن كل مخطئ سينال عقابه، فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية عددا من المحتجين مشيرة إلى أنهم ألقوا مواد حارقة على رجال الأمن وحاولوا استفزازهم واشتبكوا معهم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.